نشكر المنبر ديال صوت العدالة من أجل تتبع الموضوع وإصراره على إظهار الحقيقة يعني للمتتبعين ديال هذا الموضوع اللي أصبح قضية رأي عام. كما كتعرفوا مشروع ديال إقامة أزود اللي كان بدأ يعني في 2007 للمؤسسان ديالو هما اللي كانوا وجدوهم دابا يعني طرف مدني واللي كانوا وجدوهم هنا يدعون انهم ضحايا وفي مع العلم ان هاد الناس يعني حبكوا واحد المؤامره يعني من اجل ادخال يعني من اجل الدفع بالمشروع الى الافلاس وادخال يعني المستثمر الى السجن اللي هو متابع الان بثلاث سنوات من اجل واحد التهمه اللي هي واهية اللي ما كيناش نهائيا من اجل هذا اخفاء هذا الممر اللي هو موجود. كتشوفوا كما كتشوفوا امامكم هذا الممر ها هو كاين يعني ودائما كان هذا الممر وكاين في لي بلون اوتوريزي وكاين في كل شيء في حين ان كنجبروا ان المقاول متابع من اجل اخفاء معلومات من اجل عدم وجود ممر اللي هو الممر ها هو كتشوفوا يعني الممر اللي موجود امامكم اللي هو هذا يعني ها هو تمت يعني التوسعه ديالو اللي كيعيش يعني هذا راه لوطروت هذا ما بقاش ممر هذا كله ممر هذا كله ممر هذا كله ممر في الجانب ديالو غادي يكون باركين ديال الطوموبيلات يعني الممر هو موجود والاشغال ديال الربط اللي كانوا حابسينهم لمده سنتين. ان الممر ماشي جديد ها هو اللي علي من نخليو توسيعه ولكن اللي علي من راه قديم. علاش هذا الممر هو اللي غيدخل صاحب مشروع الى السجن؟ هذا الممر دائما كاين وهذا هو هذا هو مربط الفرس يعني هذا هو سؤال يعني السيد متابع من اجل عدم وجود الممر اللي كانوا وجدوا الممر هو قديم كاين يعني واشغال الربط هي كاينه يعني موجوده الا كان ممكن نديروا عليها واحد الاطلاله هنايا يعني اللي كاين في اشغال الربط هو كاين الماء كاين لو بوطابل هنايا كاين الاشغال ديال الكهرباء كاين الاشغال ديال التليفون يعني كل شيء دايز يعني لولا هاد الناس ما عرقلوش المشروع وكانت عندهم واحد نية سيئة من أجل الدفع بالمشروع إلى الإفلاس يعني ما كانش المشروع يتعطل على هذا في حين أن كاين ناس اللي مغرر بهم اللي كتعطاهم يعني معلومات غالطة عن طريق واحد التقرير اللي توصلنا به اللي كله معلومات يعني معلومات مزوره ويعني وفبركه وفي تشهير وفي بزاف ديال الامور من اجل التغرير يعني ب ب ب ب بالمتضررين اللي هما ما كاينينش اللي يعني ساكنين بعيد وكيستغلوا هاد الناس الغياب ديالهم من اجل العرقله والقيم ديال التخريب الاعمال ديال التخريب. واليوم غادي نوريكم واحد الحاجه لانهم خربوا لينا لي بانو سولير اللي كنعطيو بهم الماء للجميع. قبل ما نوريكم الاشغال ديال التخريب اللي قاموا بها يعني التخريب ديال لي بانو سولير سميتو من اجل يعني استمرار داك المسلسل ديال الابتزاز ديال الناس اللي موجودين هنا من اجل الدفع بهم يعني في هذا المخطط ديالهم. غادي نوريكم هذا السوسول هذا الفيت سانيتير اللي كانوا كيغوتوا تيقول لك بانه بناء عشوائي ها هو كما كتشوفوا قدامكم ها هو مردوم مقاد مصيب يعني في لي نورم يعني هاد الناس ما عرفنا ماش باغيين. إذا كان الهدف ديالهم هما الأشغال ها الأشغال تقاموا بهم هما قمنا بهم إذا كانت الهدف ديالهم شي حاجة أخرى والجميع أصبح يعلم أن المخطط ديال هاد الناس يعني فين هو الدفع بالمشروع إلى الإفلاس والاستيلاء يعني والنصب يعني على هاد المشروع. كما كتشوفوا أشغال تخريب يعني شوف يعني لي بانو سولير اللي مارسين وشوفوا يعني هذا العمل الجرمي اللي قالوا بهذا إجرام هذا في حق الساكنة وفي حق هذا المشروع هذا اللي كنتعرضوا ديما لهذا الشيء ويعني وكنطالبوا زعما كنطالبوا السلطات زعما يعني بايقاف هذا الشخص هذا اللي يعيق كاع اللي كيهيل القضاء يهيل المؤسسات ويعني مشكل. واش هذا الشيء ما يقدرش يكون طاح في البرد؟ لا ما نظنش لانه كاين ضربات تما وهو السيد هو البرد ما يقدر يدير ريموال البرد حيث هما اصلا ديساندين البرد ملي كيضرب كيطلع ماشي كيشد فيهم البرد ماشي واقفين كانوا واقفين غير شد فيهم البرد ويلوحهم البرد اصلا ما يدير معاهم والو حيت نشوف كيفاش دايرين دي صانديل مع البرد ما كيشدش فيهم واصلا هاد الكورنير ديالهم صحيح ما يقدرش يهرسوا البرد ودايرين اللي ما تما شادينهم على حساب البرد باش ما يديهمش وفيكسين في الارض ما يقدرش ما نظنش انا البرد واصلا البومبه من التحت قطعت داكشي علاش طلعنا هنا باش نشوفهم ملي شتم لقيتهم كلشي ناعس كلشي وكاين واحد وحده فيهم مهرسه فاش اربع ضربات راه ما كاينين وهذا ما كان اوكي كيسبقونا كيمشيو يشكيو بان راه الناس قطعوا الماء وهما في حين كانوا كيوجدوا لهذه العمليه الاجراميه اللي كنشوفوا علاش هذوك لي بانو هذوك باقيين واقفين وهذو طاحوا يعني هذو كانوا نورمالمون كانوا هما اللي دايرينهم اول مره يعني لان كانت عمليه ابتزاز هنا بواسطه هاد لي بانو هذو بواحد لابوم
انا باش نقطع هذا الباب هذا درت لي بانون ووزعت للناس على الماء كلهم فابور. يعني ها انت شوف يعني من اجل استمرار ديك العمليه ديال الابتزاز ها انت شوف واش كيقوم واش كيديروا. يعني اقول كفى لهاد الناس، يعني خاصهم ياخذوا الاجراءات في حق هاد الناس من هاد الاعمال يعني المتواصله والمتكرره من اجل يعني عرقله هذا المشروع. يعني بلا ما نوصلوا لشي امور اللي سميتو، اتمنى ان ياخذ سميتو القانون ديال المجرى ديالو في حق هاد الاشخاص هادو اللي كيعرقلوا هاد المشروع. السلام عليكم، صفت حتى انا مستفيده من مشروع اقامه اوزود، كنتمنى من السلطات تتدخل باش توضح حد الناس اللي كتعرقل المشروع، وهاد الناس اللي كتعرقل المشروع ما كتمثلناش بالمره، لان حنا كنمثلوا نفسنا. انا عن نفسي كنمثل نفسي، وكنتمنى ان الاشغال تكمل باش ناخذ ورقي. معكم عبد الله بيادره، رئيس الهيئه المغربيه لحمايه المواطنه والمال العام فرع مول عبد الله. كنقولوا الممر تبارك الله هو الممر كبير كما كيلاحظوا الاخوان اللي فيه فوق 20 متر، اللي يقدر رمي كيدخلوا فيه، مش سيارات عاديه، يقدر يجوا كميات من حجم كبير يدخلوا. دونك هاد الناس الهدف ديالهم مش هو انهم باغيين وراقيهم، وحنا ما كنعموش، كاينين الناس اللي معاهم اللي اتصلوا بينا وعطونا صيفطوا لينا فيديوهات صوت وصوره كيطالبوا مننا نازرهم ونشوفوا المسائل ديالهم، لانهم ضد هاد العصابه اللي باغا تستولي على هاد المشروع. كيقولوا الممر، ها الممر الا لاحظتوا معنا هو راه تقريبا الشركه راه اللي متبع الاشغال راه خدامه راه فوق 20 متر، يعني باغي شي ممر اكثر من هذا فوق من هذا ما عرفناش علاش. السلام عليكم استاذ، انت واحد من المستفيدين في اقامه اوزود بسيدي بوزيد بالجديده، واش انت من الناس اللي خداو السوارت ديالهم في هذيك الاقامه؟ السلام عليكم اخي الكريم، جوابا على السؤال ديالكم، واش انا من الناس اللي خداو السوارت ديالهم؟ ما كنظنش شي واحد اليوم راه تسلم قانونيا السوارت ديالو، بحكم باقي ما كاينش البيرمي دابيتي اللي كيعطيك الحق باش تاخذ سوارج دون مانيير ديفينيتيف. هذا من جهه. كاينه جمعيه تماك في هذا المشروع، واش انت مع الناس اللي عاطينها تفويض باش تتكلم بالاسم ديالكم كمستفيدين؟ فيما يخص قضيه الجمعيه كتبان لي انا شي حاجه اصلا غير قانونيه، لانه في اطار المقاولات اللي كتكون متخصصه للبناء او شيء من هذا القبيل. انا بالنسبه لي وعلى حد معرفتي الخاصه المتواضعه، اول جمعيه يمكن القيام بها هي السنديكا، حنا كنهضروا بشكل قانوني. اذا من بعد ما كيكون بيرمي دابيتي خرج، فما بالك حنايا باش من حق قانوني غادي تصوب جمعيه ولما غنعطي الصوت ديالي باش يمثلني؟ انا ما كيمثلني حتى شي واحد، وانا لي كامل الحق بانه نبقى نتسنى اليوم اللي غادي ناخذ الامور ديالي. واش انت مع الناس اللي اسوا شركه باش يدخلوا على المشروع في حاله ما الى داز الافلاس؟ فيما يخص قضيه واش انا مع الناس اللي اسوا الشركه ولا لا، يعقل تكون، لانه انا كمستفيد نهار اللي عطينا لافونس ديالنا ولا عطينا الفليسات ديالنا باش ناخذ واحد دويره فين نديروا الاصطياف ديالنا كيف كاع الناس اللي الهدف ديالنا هو تكمل الاشغال وناخذوا سويتاتنا لا اقل ولا اكثر. ما انا من الناس اللي مع الجمعيه، ما انا من جهه المقاول، ما انا من جهه انه الا كان عندنا كاملين هدف واحد هو ناخذوا سوارت، يمكن هنا بانوا ناس اللي عندهم اهداف اخرى واخرى اللي ولينا كنسمعوا نهار اللي كيجيو الناس يبغيو يكملوا اشغال كيحبسوهم، وهادشي ولا غريب وامر غريب. وفي الختام اخي الكريم باش نوضح لك واحد النقطه، ما كنظنش شي مستفيد في هذاك المشروع كون اللي عنده هدف نبيل والهدف ديالو هو خد سواتاتو غادي نوض يعطل الامور باش تكون شي حاجه غدا ولا بعد غدا في صالحه من غير سوارت. اذا الا كانوا ناس كاينين بحال هذا الشكل ما كنسميوهاش جمعيه، بالعكس انا بالنسبه ليا هي خروقات. انا الناس اللي واضح الهدف ديالهم هما
مني غيشوفوا الشركه جات بغات تقوم بالاتمام الاشغال ديالها راه يقولوا لها مرحبا، ويكون هذاك هو نهار كبير عندهم ماشي العكس. وهذا هو الغريب في الامر.